اليوم هبت فيه كل زينك ابو هنيه ثلاثة اثنين متزاحلين وقد ما ودرهم غير اصلح بينهم وشعره قاعدين كل واحد نافخ وخنزه ما ادري على ايش تاكل وتعانقوا تعرف خصومتهم من 18 سنه الله اكبر وتعانقوا ودم كل واحد سحقت الحين عاد زين هذا سبحان الله والصلح وخير لا هذا اصلاح ذات البين عباده ومن اقل العبادات والناس تجهلها مثل هذا الصلح اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ذات بينكم واطيعوا الله واصلحوا هذه من العبادات اللي يعقر الانسان عليها صحيح لكن بيكون حال الناس مختصين كيف يعني مختصين مثل اعضاء مجلس الشورى اللي يصلحون بين الناس والبلدي ولا الدعاء ولا الدعاء ولا العلماء والله حتى حنوب انا اروح بصلح يوم يكون حصلت يعني ما متخصصين لا 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 حتى انت طول يوم ما صالح بين اثنين انت الحمد لله زين ليش كل طيبه صدقه اصل الخصومه وايد مثله تأثر لانها تؤدي الى تقطيع الاواصط احيانا تجد اخوه احيانا بين الاب وابنه واحيانا ما بين الازواج نعم خاصم زوجته واحيانا يكون هذا الخصام في اقل الاماكن يعني والله خبرونا عن ناس ماشيين عمره واختلفوا في الطواف الستة اشواط والله سبعه متزاحلين للدو معقوله ايوه من لا شيء هذا تراك انت تقول في احد الاماكن نعم هذا كان في منى متخاصمين منى ما بين بنت وامها يعني هي هذه البنت اللي تخاصم امها في منى امرأة كبيرة، امرأة عجوز وتركتها سبحان الله يعني خصومة في هذا الموضع الشريف وبعض وبعض الخصومة كما قال تو أبو محمد بعض الخصومة شوف أنا خبرك شيء يعني شوف الأولاد يوم يتضاربوا الصغيرين لما يتضاربوا الصغيرين يتضاربوا بعد الظهر تلقاها مرة متحابين صحيح أما إذا كانوا شياب كبار تحصلهم ما يتصالحوا الى 20 سنه 30 سنه 40 سنه بقطع حقيق 40 سنه اخوه وكل يوم ماشي لعمره جايين من الحج وما يتهارب ويوم مات واحد منهم مشوله خبرني انسان صديقي نعم ومشول الاخ قالوا له اخوك مات قال فين دفنوه لا اله الا الله وما حضر الله وعاد جاي العزاء كيف فائدتي العزاء على ايش؟ ما اعرفهم بقوا على بصل والله زين هذا يجيبنا اتلقى على قدار أحيانا يورثوا هذه الخصومة لأبنائه أيوة لأبنائه. هذا يجيبنا لنقطة أيوة. شوف الإنسان شيخنا في اعتقادي معرض لهذا الشيء معرض أنه يكون في سوء خلاف بيننا مثلا في نقطة معينة في موضوع معين خلاف ولذلك وجدت جهات تحل هاي الخلاف ما جهات قبل جهات خلنا خبس نكمل هالنقطة لكن قبل لا تحل هذه النقطة أليس هناك أخلاقيات أحسنت في الخصومة نعم ممكن نحن نتعلمها مع بعض جميل. ونعرف إيش يجب في الخصومة شوف في أخلاق حتى في الخصومة أبو حسام الله سبحانه وتعالى جعل الجنة من مهرها والكاظمين الغيظ والعافين والعافين عن الناس نعم. يعني تو أنت شوف هذه الصفتين هذه بحد ذاتهم إذا اتصفت أنت بهم وعشت في الحياة هذه تكون سبب من أسباب دخولك الجنة وما حد يخاف تكذب ما حد ما يقد يعني يكذب غيظه صحيح ويعفو عن الناس نعم لكن انت اذا كان كل هبوب الطايره نازعها ابو حسام قصده ان بعض الناس حالهم حقوق مثلا انا علي حقوق على حال ابو حسام نعم حقوق ماليه يعني ريال نعم قلت له يعني هو مسكين قال سالم انا من زمان قارض انك 200 ريال اباهن هذه المده هو تايم باكلهن يعني انا الله مغنمي وبنفخ ونوزي سلامات لا نفس الشيء ولا بحكي كبر انا كنت تخصصي الحين المفروض شيء ترى الخصومه ما ترد الحق نعم صح والله فاهمني انت كيف تبغى تقول مقلب انا شيخ قضاء امشي هي. لكن انا قصدي افضل لك تروح القضاء انا قصدي إن القضاء. انه اخلاقيات الخصومه يعني مثلا هذا شيخ بدر اخوي ايه وتخاصمنا انا وياه ابوي شيخ اخوك وهذا وارد تخاصمنا انا وياه وهذا وارد من الاخلاق ايضا اني انا ما اوصل هذه الخصومه حال اولادي لا اتحدث عنه في غيابه يعني ما تحبي ما اخذ على خاطره منه متشرف لكن
ما أوصل هذا أخوي. لكن كم يوم لك في الحديث كم يوم كم أعطاك الحديث؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. هذا نوبة من الأخلاقيات يعني قصدي. وخيرهم من يبدأ بالسلام. حاشي أنا مشيت أعتذر له. أني أكبر عنه. فرح. سوداوي أبوه. لا إله إلا الله أبوه واحد. أماشي. أماشي. يقولوا لي أنا الرجال العود أمشي على ذاك له وين؟ إيه. الصغيرون. أنا أقول إخواتنا مصريين ربناني مربنا كده يعني أحسن لي أمشي له توف الدنيا طيب ولا بعدين أجلس يوم القيامة واقف ذليل ترى أنا الله سبحانه وتعالى ولذلك أنا يعتمد أنا رحم رحم الخصومة هذا الفجور في الخصومة من صفات المنافقين وإذا خاصم فقر.